عسلامة ومرحبا بكم يا جماعة في فيديو جديد. صعب أول حاجة نبدأ نشكركم كلكم على كومنتاتكم وعلى مباركاتكم وعلى دعاويكم وعلى تهنئتكم. الناس الكل يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. الناس الكل اللي كتبتوا لي كومنتار الكل، أنا توا قاعدة نعمل في المونتاج، معناها في النهار نمنتج زوز فيديوهات ونحاول نهبط. كنت تراو في صوتي مبدل، راني أنا توا مريضة. حاسيلو ما قلت لي لازم تفسر لهم في الفيديو هذا حكايه القضيه والعلوش وكل شيء. بي العلوش راهو ما عملته هديه لمحمد خويا، صدقه على المرمه كما قلتوا لها انتوما نجله. بعد المرمه ذي لازم تعملوا سلاميه، تعملوا معناها ضحيه، تعملوا حاجه. وبما انه نحنا معناها خاطر مازلنا ما كملناش بالحق، مازلنا ما كملناش المرمه، مازال الدار محلوله، محمد خويا وحوجي الفرح وكل شيء. يعني احنا ناويين بقدرة الاله نعملوا سلامية واحد وكل ما كيف نكملوا. بما انه ما كملناش ومحمد خويا روح وجي الفرح وهو روح بالكهرباء وكل شيء، قالت ما لازم نعمل ضحية ونخرج صدقة على وليدي وعلى رحمة بوها وعلى المرمى وعلى كل شيء. معناها عملته ما هدية معناها المحمد وللدار وكل شيء. يعني هذية ما هو شي راهو عليقة العروسة، فهمتوني؟ احنا شاورناها قبل، قلنا لها نجيبو لك علوش ونجيبو لك القضية وكل علاقة اللي كيف العادة والعويد. هي ما حبتش خاطر معناها مش باش تعمل حتى شيء في الدار، احنا راهو عملنا كل شيء على الضيق. والعبيد التوى تسأل فينا يا اخي فيونسا يا اخي صديق يا اخي شنو راهو، هما ما عملوا حتى شيء قبل، معناها خليه عملوا كل شيء فرد مرة، فاتحة وتلبيس خاتم وصديق والعرس ان شاء الله ربي سهل العام الجاي، فهمتوني؟ معناها راهو هذايا ماهوش علاقة متاع العلاقة التونسية اللي يهزوا فيها العلوش ويذبحوا ودار العروسة يعشي وكل شيء. احنا كي عملت ما ضحية هذه هدية لازم نهزوا منها بايت العروسة، معناها كما يعملوا الناس الكل، لازم بايت العروسة من لحمة العريس تمشي للعروسة، يمشي لها الجيجو، معناها هذا شنو اللي مقال عليه. وبما انه مش باش نهزوا جيجو هكاكا يشتح في الواحد، كما قلت لكم انا نحب نعمل الفازات نتاع التيك توك البلاتويت المزيانين المقربتين، فهمتوني؟ الشوكولاتة الحويجات هكا وهكا، فهمتوني كيفاش؟ حبيت نوضح على خاطر بالحق برشا ناس كليو لي وجهي فك الكومنتيرات وشنو هذا. يرحم والديكم انتوما الناس كل اللي كتبتوا لي كلام باهي واللي قلتوا لي يا ربي فرح قلبك وان شاء الله العاقبه ليك، يعيشكم الناس الكل وان شاء الله عاقبه لفروحاتكم انتوما الكل. وهاكا قاعده نوري فيكم، صورت لكم كيفاش قربت كل شيء بالتفصيل باش كان تحبوا تاخذوا فكره ان شاء الله وتعملوا كيفنا، ولا كان عندكم ان شاء الله حتى خطوبه وتهزوا فيها غله وتهزوا هكا غله وشوكولاته وفازيت وكل. نجيب لكم الفكره كيفاش هذوما البابي حسيلو، وانا لو يا ربي ندور من واحد لواحد. اكل بابي اللي غلفوا به الورد هذاك عرفتوه هكا الترونسبارون هذاك باللي عندك منه وانا ما عرفتش حتى شنو هو اسمه ونحب عليه. حسيلو في الاخر لقيته عند واحد في المروج، كان تعرفوا المروج الفوق بالكل في رون بوان، المروج اللي جاي هكا في الصعده مقابل سكه المترو. حسيلو لقيت هذاك عنده، ولقيت عنده الجرابت، وعندنا نحن البلاتويت هذوما الكبار، وزدت كريت بلاتويت اخرين وعملنا لهم. حسيلو عملت لها بلاتويت مما يعني خاطر كيف ما انا نحب، معناها حاجه بسيطه اما مزيانه وحلوه وتنور الوجه، وعملنا عليها جو. حسيلو هاني مش نخليكم كملوا تفرجوا في الفيديوهات لما حالة ديجا فت لهنا برشا بالزغريت والجو والواحد عمي سيس هاو مزيلو البلاتويت. واصلا حتى العروسه ما في بالهاش لا هي لا دارهم، وكلمهم محمد الصباح قلت لكم هذه الاحداث صارت نهار الثلاث وهو محمد وصل نهار الاحد في الليل. كلمهم قال لهم راني باش نجي نسلم عليكم، باش نجي نسلم عليكم. هذا قال لهم مع حكايه العشرة نتاع الصباح في بالنا، معناها مش باش نتعطلوا شويه الثمانية نتاع الليل واحنا متعطلين مساكن قاعدوا يستناو فينا. كان لاحظتوا كان ركزتوا في الفيديوهات هما كيف استقبلونا لابسين بيجاماوات، العروسه بالبيجاما وهما قاعدين في الدار ما بالبيجاما، انا بسروالي ومريولي هذوما ريتوهم اللي لبستهم توا. بعد ما قضينا عم الدار رانا من الكهرباء عديدة نهار كم واحنا في الكهرباء ندورو من بلاصه لبلاصه، روحنا حضرنا البلاتوات، كبيت ما عندها لبسه
تحت هكية كج الباب هذيك المطروز وتحته سروال ومريول، كبيت وكبين انا فوق سروالي ومريولي وخرجت. قالت لي ما يا بنتي يا اخي باش تفزع علينا الدنيا، انا بالبيجاما واحد وانتي باش تلبس المعدس. قلت لها ميسالش خليني نحب نلبس المعدس. حاسيلو مشينا حاسيلو كي ولات فيها تزغريت ورري ورري وكذا. قلت لها انا برا امشي البس جبه خلينا نتصوروا. وهبط على كل فيديو على كل تيك توك وكل فيديو وحاسيلو قامت عليها كالدنيا وما قعدت. ويخصيبها خطبه ولي يخصيبها خطبه ولي يخصيبها زين فارش ولي يخصيبها زين عليقه ولي يخصيبها حاسيلو. وهما اصلا ما في بالهم بحد شيء. كانت لابسه بيجاما العروسه كان لاحظتو، وما لابسه بيجاما وهما قاعدين في الدار معناها 8 متاع الليل. احنا معناتها قلنا لهم باش يجي محمد يسلم عليكم وكها. حاسيلو هاك عملت توضيح باش العباد تفهم وباش تكون الامور كلها واضحه وباش ما تفهموش اللي هي هزان فرش ولا علاقه ولا اللي هو راهي جوست فازة حبينا نعملوها وكها. عطيني الوردة. محمد خاي اجبد هات نشد لك انا، هات نشد لك انا وقد الواحد. يا ويلي من تصويرك يا مارا هي نعرفه بعد الشكلة. بسم الله شمالي شمالي هذاك يقابلنا زعما لا ما لا نقلبوا هذوما ذيك الشوكولاته شو قعد لي هذايا الشطر الفارغه حلو مع دي زوز نحط معاه دي زوز لما نحلهم هذو حلو بسم الله ما شفتكش كي حطيت الديليسو راه بعد شويه الغد لا
استنى 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 نقول باش يعمل لي اكثر تركيز انا متعبيته. عارفين تاو الوردات علي جاني مضبب ارجع ارجع هاي مش خايب الطبق نحاس خفيف بسم الله ما شاء الله ربي زي نساعدك ان شاء الله على معناتها خبك حارك الخوك ان شاء الله ربي زي نساعدك وربي يعطيك على قد قلبك باش نحل دوم فوج المشروع راهو دوم نصور بالبدايه هاني نصور خلي لك عبيرة فضلك نفضلك لا قال قص يا مولاتي نورمال والله يعفو يخدموا ياسر هنا عليهم برشا مش مضبط تليفونك ولا عليك ما عليك Sai, pra sair disso.
كشفيش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. يعني بيننا زي هي ذاك اللي هذيك الصاله الاخرين مخلط باش يجي أربعة الصاله المخلط بوكا خضرا. وين بوكا خضرا؟ البوكا يخدينا بزاف. ستة احنا خدينا بيخلي لكم زوز زوز هكا زوز. استنى هذا السطر الاولي، هذا زوز هكا زوز احلى وزوز هيك هكا. صلى الله عليك. اسمع هيت هيت هذيك طبعا هذيك اللي زيتهم خيس. عندي خيس عندي هكا. علاش ما حطيتش في الاخرين زاد؟ لا عاد الاخرين عبيو رواحهم. هذا البلاطو قاعد تارك شويه باش نكمل فليو. محمد هيك هيك الخيط الساعه 5 زرقاء. اصبر ما قص مش كل شيء. اوكي شد انا هكا صحي. قلت لك حلو على كبره ومن بعد تحب تزيد واحد اخر تو نولي لبسات. هو جوست على الشوكولاته شدينا. لا لا تحبهم مستويين هكا مستويين. ما تكبس ما تكبس ما تكبس. هلكتهم محمد. كا اكبس محمد. خلي يعبيوا الاسبانس هكا. هات شوية سكوتش محمد. سلام. يبداو هكاك يلعبوا برواحه ما همش عارفين اللي راهو هذاك كله من بعد راهو يرجع. يرجع والله يرجع. لا 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 غايدتني وحلينا شي غريب.
طبيعه. اه بس اسمها السهله ده عايز الكاثيدرا سوا. حدثني انا متاكده ان ام عثمان ومحمد ام تسيب محمد يعمل حاجه هكذا هي فكره تسليم ولا فنان لا. هو باش اقوم زي بنت ومسكنه. تعرف الشغل بتاع الناس؟ انا اتعلمنا من الناس.